Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أنا أستاذ رحمة الله سبحانه وتعالى طلابي المكرمون الكرام نلتقي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله في درس اللغة العربية عن كتاب العربية بين يديك فعليكم يا إخوة ويا طلبة أن تعدوا أسماءكم وأنظاركم إلى هذا الفيديو وانظروا إلى هذا الكتاب الصفحة افتحوا هذا الكتاب الصفحة السادسة العاشرة افتحوا كتاب الصفحة العاشرة العاشرة افتحوا كتاب الصفحة العاشرة نعم هذا افتحوا كتاب الصفحة العاشرة نعم إخوة إن شاء الله في هذا اليوم إن شاء الله نحن ندخل إلى التراكيب النحوية نعم المثال هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية. هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية. انظر إلى السبورة يا أخوة. نعم. إلى السبورة. هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ نعم. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. هذا للرجل. نعم للرجل. للرجل نعم. أما هنا للمرأة. هل أنت باكستانية؟ نعم. أنا باكستانية. طيب. هذا للرجل وللمرأة. هل أنت باكستاني؟ نعم. أنا باكستاني. هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية. طيب لابد أن تفرق بين أنت. نعم أنت وأنت. أنت
للمذكر وأنت للمؤنث. أنت للمذكر، أنت للمؤنث. نعم. أنت باكستاني، أنت باكستانية. نعم أنا باكستاني، نعم أنا باكستانية. نعم. أنت باكستاني، أنت باكستانية. أنت باكستاني، أنت باكستانية. نعم. طيب، هل أنت تركي؟ نعم أنا تركي. هل أنت تركي؟ نعم أنا تركي. هل أنت تركية؟ نعم أنا تركية. هل أنت مصري؟ هل أنت مصري؟ نعم أنا مصري. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. هل أنت سوري؟ نعم أنا سوري. هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية. طيب يا إخوة، هذا ليكون واضحا، واضحا. أنت باكستاني، أنت باكستانية. نعم أنت باكستاني، أنت باكستانية. نعم نعم أنت باكستاني، أنت باكستانية. نعم أنا باكستاني. للرجل للمرأة، نعم أنا باكستانية. نعم. فهمتم؟ فهمتم يا طلبة الكرام؟ جيد. الآن التدريب الثاني، التدريب الثاني. نعم في كتابنا التدريب الثاني هنا. نعم التدريب الثاني. نعم ماذا يحدث هنا؟ التدريب الثاني، هات جملا كما في المثال. المثال: هذا أخي هو مدرس، أخ مدرس، أخت مدرسة، صديق طبيب، صديقة طبيبة، أخ مهندس، أخت مهندسة. طيب ماذا يجري في هذا التدريب الثاني؟ المثال: هذا أخي هو مدرس. طيب نمسح السبورة يا أخوة. فهمنا في التدريب الأول. نعم فهمنا في التدريب الأول. طيب طيب يا هذا أخي هو مدرس، هذا أخي هو مدرس، هذا أخي هو مدرس. أخي هو مدرس. نعم. طيب هذا للرجل، للرجل. طيب بعده هذه
هذه أختي هي طبيبة. هذه أختي هي طبيبة. طيب نعم، انظر إلى السبورة. هذا أخي أخي أنا نعم، يا هذا يدل على ضمير أنا. هذا أخي هو مدرس للرجل، نعم هذا للمرأة. نعم، هذه أختي هي طبيبة. طيب هذه أختي مؤنث، أختي فاطمة، هذه مؤنث، هي طبيبة، نعم هي طبيبة. طيب هذا أخي هو مدرس للرجل، نعم، وهذه أختي هي طبيبة. هي مؤنث للمرأة، يعني لفاطمة، هي فاطمة، هو رزقي، هو فائز، هي فاطمة، هذا فائز، هذه زينب. نعم لابد أن تفهم هذا. هذا فائز هو طالب، هذه زينب هي طالبة، نعم هي طالبة. نعم الآن هنا طيب هذا أخي هو مدرس، هذه أختي هي مدرسة، نعم هذه أختي مؤنث، نعم فاطمة. هذا صديقي هو طبيب. هذه صديقتي هي طبيبة، نعم. هذا أخي هو مهندس، هذه أختي هي مهندسة. طيب فهمتم يا إخوة التدريب الثاني؟ نعم. طيب يا لابد أن تفهم فهما صحيحا على هذا التدريب. لابد هذا أخي هو مدرس، هذا رزقي فهريزي هو طالب، نعم هذه زينب هي أستاذة، نعم هذا للرجل، هذه للمرأة، هذه للمرأة، نعم هذه للمرأة. طيب فهمتم التدريب الثاني يا طالب ويا طلابي فهمتم التدريب الثاني؟ نعم لابد أن تفهموا هذا فهما صحيحا. نعم ثم بعده التدريب الثالث. الآن التدريب الثالث هنا، نعم التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. نعم هذا أيضا مررنا به إن شاء الله في لقاء الماضيات. نعم
Min aina anta? Ana min Pakistan. Min aina anta? Ana min Pakistan. Nah, min aina anta? Ana min Pakistan. Min aina anti? Ana min Turkiya. Min aina huwa? Huwa min Suria. Min aina hiya? Hiya min Misra. Min aina anti? Hiya min Pakistan. Baik, hada aidan sahlun jiddan. Namsah as-sabura ya ikhwan. Baik. Al-an at-tadribu thalis min aina anta. Min aina anta. Baik, min aina anta. Ana min Jakarta. Min aina anta? Ana min Jakarta. Min aina anta? Ana min Maidan. Min aina anta? Ana min Binjai. Hakada. Naam. Baik. Min aina anti? Min aina anti? Ana? Ana min? Min Turkiya. Ha. Min aina anti? Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Baik. Alan, min aina huwa? Min aina huwa? Min aina huwa? Huwa min Pakistan. Huwa min Pakistan. Min aina huwa? Huwa man huwa? Huwa huwa. Min aina huwa? Huwa min Pakistan. Min aina anta? Ana min Indonesia. Min aina anti? Ana min Indonesia. Baik. Min aina huwa? Huwa huwa. Huwa. Huwa min Pakistan. Baik. Alan, min aina hiya? Min aina hiya? Hiya min Suria. Hiya min Suria. Baik. Min aina hiya? Hiya muannas. Hiya muannas. Hiya Fatima. Min aina hiya? Hiya min Suria. Naam. Hiya min Suria. Baik. Faham tak? Min aina anta? Ana min Indonesia. Ana min Maidan. Ana min Jakarta. Min aina anti? Anti. Ana min Turkiya.
أنا من باكستان. طيب من أين هو؟ هو بعيد. هو هو هنا. هو رجل. رجل من أين هو؟ رجل رزقي. من أين هو؟ هو من تركيا. هو من تركيا. من أين هي؟ هي من أين هي؟ هي من أين؟ هي من باكستان. هي من باكستان. طيب لابد أن تفهم هذا. نعم لابد أن تفهم هذا. أنت أنا من جاكرتا. أنا من جاكرتا. أنت نعم أنت وأنت الفرق ليس بينهما فرق. نعم مذكر ومؤنث سواء في هذا التدريب. نعم من أين أنت؟ أنا من إندونيسيا. من أين أنت؟ أنا من جاكرتا. نعم من أين هو؟ هو من بابوا مثلا. من أين هي؟ هي من ميدان. هي من ميدان. طيب فرق بينهما يا. أنت باكستاني. أنا من باكستان. طيب أنت باكستانية. أنا من باكستان. نعم أنا باكستانية. أنا من باكستان. هو باكستاني. هو من باكستان. هي تركية. هي من تركيا. طيب طيب يا أخوة إلى هنا فهمتم إن شاء الله. نعم لابد أن تفهموا هذا التدريب. التدريب الأول ثم التدريب الثاني ثم التدريب الثالث. التدريب الأول الثاني والثالث. نعم طيب الآن ندخل إلى التدريب. نعم طيب يا إخوة لابد أن تفهموا بالتدريب الأول فهما صحيحا. طيب التدريب الثاني التدريب الثالث. التدريب الأول آنفا هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية. هل نعم هل نعم هل نعم نعم. هل هو باكستاني؟ نعم هو باكستاني. هل هي باكستانية؟ نعم هي باكستانية. طيب فهمتم؟ نعم لابد أن تفهموا هذا. طيب الآن التدريب الثاني. هذا أخي هو مدرس. نعم هذا أخي هو مدرس. هذه أختي هو هي ليس هو هي مدرسة. نعم نعم هذا صديقي هو طبيب. نعم هذه صديقتي فهي طبيبة. هذا أخي هو مهندس. هذه أختي هي
muhandisatun. Nah, hadha tadrib al-thani. At-tadrib al-thalith, tabadul su'ali wal jawab ma'a zamilika kama fil mithal. Baik, min aina anta ya Rizki? Ana min Indonesia. Min aina anta ya Khalid? Ana min Aceh masalan. Ana min Indonesia. Baik. Min aina anti ya Fatima? Ana min Pakistan. Ana min aina anti ya Zainab? Ana min Turkiya. Hakada. Hemtum. Min aina huwa? Min aina huwa? Huwa min Turkiya. Min aina hiya? Hiya min Jakarta. Hiya min Jakarta. Tayyib. Hemtum. Naam, alhamdulillah. Labuda an tafhamu bihadha al-mawdu' aw tadrib fahman sahihan. Naam. Al-ana tadribu al-rabi'. At-tadribu al-rabi'. Hati jumalan kama fil mithal. Al-mithal ismi Khalid, ismi Afdal, ismi Rizki, ismi Fatima, ismi Khadijah, ismi Naufal, ismi Sharif, ismi Shatir. Naam. Hada. Naam. Naam. Ana. Ismi Khalil, ismi Khadijah, ismi Muhammad, ismi Fatima. Naam. Ismi Khalid, ismi Khalil, ismi Khadijah, ismi Muhammad, ismi Fatima. Ham. Ana ismi Muhammad, ismi Afdal, ismi Zainab, ismi Ruqayyah, ismi Rizki, ismi Naufal, ismi Faiz, ismi Dhakwan, ismi Aisyah, ismi Aisyah. Fahimtum? Naam. Ismi ana, ismu ana. Naam. Ismi, ismu ana. Naam. Al-an at-tadrib al-khamis. At-tadrib al-khamis. Hati jumalan kama fil mithal. Al-mithal, ana turkiyun. Ana min Turkiya. Naam. Ana turkiyun, ana min Turkiya. Ana suriyatun, ana min Suriya. Ana misriyatun, ana min Misra. Ana pakistaniyun, ana min Pakistan. Ana turkiyatun, ana min Turkiya. Hakada ya ikhwan. Naam. Ana Fatimah. Naam. Ana suriyatun. Ana min Suriya. Tayyib. Farqun bainahuma bayyanna lakum. Naam. Naam. Suriyun wa min Suriya. Turkiyun min Turkiya. Pakistaniyun min Pakistan.
Indonesian min Indonesia. Naam, min Indonesia. Naam. Ana Suriyatun. Fatimah. Naam. Ana Suriyatun. Ana min Suria. Ana Misriyatun. Ana min Misra. Ana Misriyun. Ana min Misra. Baik. Ana Indonesiyun. Ana min Indonesia. Naam. Fahimtum? Naam. Ana Pakistaniyun. Ana min Pakistan. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya. Naam. Fahimtum? Ana Turkiyun. Ana insan Turki. Ana min Turkiya. Ana min baladi Turkiya. Naam. Ana min baladi Turkiya. Ana min baladi Turkiya. Naam. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Tayyib ya ikhwan, intaha al-mawdu' للقاء هذا اللقاء أو لهذا اللقاء إن شاء الله سنواصل لقاءنا في اللغة العربية عن ملخص التراكيب ملخص التراكيب ماذا سنتحدث عنه وهذا راجعة أو مراجعة لما سبق لما سبق من تراكيب النحوية نعم من تراكيب النحوية نعم طيب يا إخوة نراجع قليلا نراجع على ما سبقنا من التدريبات التدريب الأول آنفا كما قلنا لكم التدريب الأول هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية هل أنت تركي؟ نعم أنا تركي هل أنت تركية؟ نعم أنا تركية هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصري هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية هل أنت سوري؟ نعم أنا سوري هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية هذا هو التدريب الأول نعم فهم التدريب الأول يا طلبة الكرام التدريب الثاني هاتي جملا كما في المثال المثال هذا أخي هو مدرس هذه أختي هي مدرسة هذا صديقي هو طبيب هذه صديقتي هي طبيبة هذا أخي هو مهندس هذه أختي هي مهندسة نعم هذه مؤنث للمرأة وهذا للرجل للمذكر طيب التدريب الثالث المثال من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنت باكستان. نعم. من أين أنت؟ أنا من تركيا. من أين هو؟ هو من سوريا. من أين هي؟ هي من مصر.
Min aina anti? Ana min Pakistan. Baik, hada aidan. Ta'allamna hada. Min aina anta ya Rizki? Ana min Indonesia. Akada. Naam. At-tadhibu ar-rabi ismi Khalid. Naam. Ismi afdal, ismi Rizki, ismi Fatimah, ismi Maryam, ismi Zainab, hakada. Ismi Naufal, ismi Khalid, ismi Ajizi, ismi Saleh, ismi Siddiq, ismi Siddiq, naam. هذا هو التدريب الرابع. الآن التدريب الأخير على التدريب الخامس. هاتي جملا كما في المثال. المثال: أنا تركي، أنا من تركيا. أنا إندونيسي، أنا من إندونيسيا. طيب يا. أنا باكستاني، أنا من باكستان. Nah. Ana Suriyatun, ana min Suria. Nah. Fahimtum? Insyaallah ya ikhwan. Nakhtatim bihadha al-qadar insyaallah. Naltaqi marratan ukhra fi darsina al-qadim bi'idnillah ta'ala. Yawma al-ghadan, yawma ghad. Aw ghadan insyaallah naltaqi marratan ukhra. طيب يا إخوة نتكلم الآن باللغة الإندونيسية. أنا أستاذ رحمتي على الله سبحانه وتعالى أستاذ برحرب dapat dipahami apa yang Ustaz sampaikan tadi ya. Dengan walaupun dengan berbahasa Arab, ini kewajiban Ustaz menyampaikannya dengan bahasa Arab dan kalian wajibnya untuk memahaminya ya. Kalau tidak paham bisa tanyakan langsung melalui WA Ustaz, atau kalian bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu ya. Ya. Sudah 5 latihan yang tadi kita bahas ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, besok insyaallah. Tapi saya berharap kepada semuanya untuk mendengarkan dengan baik dan benar, untuk mendengarkan dengan baik dan benar, tanpa dicepat-cepatkan sehingga belajarnya juga tidak terputus-putus ya. Tidak terputus-putus belajarnya. Ya, tidak terputus-putus belajarnya ya. Yaitu saya berharap semuanya untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu dan juga jaga kesehatan kita agar kita tidak terkena yang aneh-aneh ya. Selalu mengedepankan ya ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang pertama itu ikhtiar sababun dunyawi, yaitu ikhtiar terhadap dunia kita dengan memakai masker, menjauhi kerumunan, mengonsumsi vitamin ataupun yang lainnya. Adapun ukhrawinya, akhiratnya, kita selalu membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi petang jangan sampai kita lupakan. Ya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu juga bisa ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Ya, itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Naqulu 'ala ma tasma'un. Aqulu qawli hadha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.